يعني والحمد لله القرار اللي صدر الحين انه تاجيل في قوانين اخرى بتنزل، اعتقد ان كذا ما اعرف صراحه. يعني الحمد لله انها اشوفها امور طيبه الحمد لله، وبتكون مبادره طيبه من اذن حضره صاحب قياس الطاقه. الكل يشيد بهذا القرار اللي صدر اليوم يعني. يعني الصراحه يعني انا سمعت من الشباب من الربع ومن يعني كذا اشخاص يعني كلهم سعيدين ومستانسين من هذا الخبر اللي سمعوه اليوم. يعني هم كانوا من قبل من فتره يمكن عده ايام يترجوا هذا الخبر انه يعني في توقف او في تغيير لهذا القرار اللي كان متخذينه. الحمد لله انه عسى ان تكون الامور تحسن الى الافضل ان شاء الله. هذه اوامر ساميه من مولاي صاحب الجلاله، ويأيدها كل واحد من الشعب العماني. والله تلقينا بالسعد والرحب والحمد لله رب العالمين، وصاحب الجلاله ما يقصر في المواطنين اي شيء، ما مقصر يعني صراحه، وهذا الشيء يفرح المواطنين جميعا. هذا اللي حصل يعني الحمد لله رب العالمين، طول العمر مولانا. هذا الموضوع صراحه جيد، نشكر مولانا على هذا الموضوع، ان هذا العمليه ما سهله يعني. فالحمد لله مولانا ما يقصر مع الشعب. والله هو هذا القرار بمصلحة المواطن، لأنه يعني يشمل جميع، راح يشمل إن شاء الله جميع المواد والسلع. الحين القرار اللي كان قبل هو محدد 24 سلعة فقط، فبالتالي يعني راح يكون هذا يعني ما من صالح المواطن. بما أن توقيف هذا القرار راح يكون إن شاء الله صالح المواطن، بهذا الخصوص نتوجه بجزيل الشكر للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس. والله أسعدنا كثيرا، ونشكر مولانا صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم على هذه المكرمة. تقريبا أسعدت أغلب الشعب.